أشيد بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي يعني نرى الإخلاص في عمله كرئيس لجمهورية مصر، ويرى ويود أن يرى مصر تعود إلى مش بس أم الدنيا ولكن أحسن من ذلك، يعني في الازدهار، في رفاهية الشعب، وفي الأمن والاستقرار، وهذا أهم شيء في الحياة اليومية بالنسبة لأي شعب. طبعاً. كما قلت أمام فخامة الرئيس السيسي أن الله وفقه أن يكون سبباً في توحيد الصفوف الداخلية في مصر، وأنا كنت في مصر وأنا أشعر بنبضات الشعب المصري أنهم يشعرون بالراحة الكاملة مع وجود التطورات الأخيرة في توحيد الصفوف تحت قيادة الرئيس السيسي.